الدورات بيشتغل او يصير اسرته برضه مهتم بتعليمه، واحب اشكره واقول له يعني ده فخر ليك، ما يعني الواحد ما يحرجش من الموضوع ده، ما يزعلش. انا كنت بساعد والدي في الزهر لما اشتغل، كنتش محرج، كان الموضوع عادي بالنسبه لي، يعني دي حقيقه تعودنا عليها انه يساعد والدي، ولازم اي حد يساعد والده، يساعد ولي امه، سواء امه او ابوه او اخوه، لازم يساعد يتم يد المساعده، عشان دي حاجه ايه كبيره يفرح بيها. ولما الانسان بالنجاح والعمل الشاق، يعني التعب والعمل الشاق والتعليم ينجح، ربنا يجيب مجموع يتاهل لكليه معينه، مش اخواته بس اللي يفرح بيه، بلده ومحافظته والجمهوريه كلها تحترم بيه وتحترمه، وتكون عايزه كل الشباب يبقى زي كده وتفرح بيهم وتقدم مصر، عشان احنا كلنا بنحب مصر، ما فيش حد بيكره بلده. انا نفسي ان شاء الله يعني كان قدوتي الدكتور محمد مشاري والدكتور مجدي يعقوب رحمه الله، يعني دول كانوا قدوه لاي حد، يعني وصلوا لمرتبه عظيمه، يعني كل الناس تفخر بيهم، من كبار الاطباء وكبار الساده المسؤولين وسيد رئيس التأسيس، كل مصر جمهوريه مصر العربيه كلها تفخر بيهم. انا اني اكون حاجه اقل منهم، يعني اتخصص في حاجه كانت ليهم، دي حاجه كبيره بالنسبه لي. نفسي يعني اتخصص في حاجه قلب، جراحه عامه، اساعد المحتاجين. وده يعني زمان انا يعني اللي خلى الموضوع ده بالنسبه لي، كنت بشوف الناس يعني لما تروح المستشفيات بتتعب، المصاريف وحاجات الغاليه دي، يعني ايه عايز نعمل حاجه للبلد.